أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. حدثتكم في فيديو سابق عن الحلتيت أو ما يطلق عليه بصمغ الأنجدان، واليوم وجدت عند العطار منه نوعين كما تشاهدون في الصورة، فاشتريتهما لأني لا أستغني عنهما كعلاج لمشاكل المعدة، والذي وجدته اليوم هو أفضل من السابق الذي عرضته لكم، وذلك من حيث الطراوة والجودة واللون. كما تشاهدونه الآن أمامكم، أحدهما غامق بني كما في يمين الصورة، والآخر أبيض أو سكري كما تشاهدونه في يسار الصورة. والحقيقة استغربت من اللون الأبيض أو الأصفر. أما بخصوص الفيديو الأول والذي كان عنوانه طارد الجن والعفاريت قاتل جرثومة المعدة، فسوف أعرض لكم منه مقتطفات الآن، وسوف أضع لكم رابطه في أسفل الفيديو لمن أراد الاستماع إلى تفاصيله كاملا. ذكر لي دكتور في أحد الجامعات يقول أن أخا له أصيب بجرثومة المعدة، وكذلك زوجته أيضا، ولم يفد معهم جميع المضادات الحيوية والأدوية التي صرفت، فاستخدموا هذه النبتة الحلتيت أو الحلتيتة فقضى على جرثومة المعدة في خلال 4 أيام فقط. لذلك أدعو كل مصاب بمشاكل المعدة وجراثيمها وميكروباتها أن يستخدم الحلتيت. الحلتيت معروف أيضا باسم هينج أو صمغ الأنجدان، وسمي بأسماء عديدة، لكن مشكلة الحلتيت أنه نبات كريه الرائحة. فوائده الصحية كثيرة، مثل أنه طارد للغازات، مضاد للفيروسات، مضاد للجراثيم، مضاد للأكسدة، مضاد للالتهابات عموماً، مضاد للتخثر، مضاد للتشنج، طارد للبلغم، مسكن للآلام. لكن إياكم الإفراط في هذه الشجرة أو في تناول هذه الشجرة، فهي مضرة من جوانب أخرى في حال الإكثار منها. أيضا من العجائب يستخدم في علاج السحر وطارد للجن أو المصابين بالمس لطرد الشياطين، يستخدم كبخور لطرد الشياطين، حيث أن الجن المتلبس بالإنسان مسلما كان أو كافرا تنزعج من رائحته، ويمكن استخدامه كبخور أو زيت أو شرب يكون سببا في خروج السحر المأكول أو المشروب. وأما هذه الحبيبات المكورة التي أمامكم، فهي قد وضعتها بنفسي أجزاء من الصمغ الذي موجود أمامكم أو الحلتيت أو الأنجدان، ووضعتها بالصورة التي أمامكم مكورة لأبين لكم المقدار الذي يتم تناوله يوميا مرة واحدة بهذا المقدار، مقدار حبة الحمص، ولا يزيد في استخدامها
لأنه يسبب مضاعفات خطيرة كما وضحتها في الفيديو السابق. أما بالنسبة للحاوية هذه التي أمامكم، فأنا أضع فيها الحلتيت، لأن الحلتيت له رائحة نفاثة أو رائحة كريهة جدا. الكثير من الناس لا يستصيغها. الحقيقة ذكروا لي بأن كثير من الذين أفرطوا في استخدامها قد يصابوا والعياذ بالله بالسكتات القلبية أو الجلطات، وهي ترفع الضغط للمصابين بأمراض الضغط، عليهم أن يحذروا في استخدامها إلا بنسب قليلة، كما ذكرت لكم نصف حبة الحمص أو حبة الحمص إن كثرت. إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.